условиях усиливающейся геополитической... الدفاع على المواقف المبدئية ومواجهة الضغوط الغربية، هكذا أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة تعزيز علاقات موسكو وبكين. تصريحات جاءت خلال لقاء عبر الفيديو مع نظيره الصيني شي جين بينغ. الرئيس الروسي أكد على رغبته في تعزيز التعاون العسكري مع بكين، كما أعلن على رغبته في استقبال نظيره الصيني في موسكو عام 2023، زيارة يعتبرها بوتين ضرورية لإظهار للعالم مدى تقارب العلاقات الروسية الصينية. من جهته أكد الرئيس الصيني أن بلاده مستعدة لزيادة التعاون الاستراتيجي مع روسيا على خلفية ما وصفه بالوضع الصعب في العالم بأسره. العلاقات بين البلدين اكتسبت أهمية كبيرة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وبينما فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، أحجمت الصين عن إدانة روسيا واكتفت بالتشديد على الحاجة للسلام.